هنا نشاهد في كل صباح مرينا به أو بوابة كبيرة في ثلاث أشياء رئيسية: غرفة الحارس وعائلته، البرج لازم يكون موجود سواء بالجنب أو مقابل، البوابة لها دور دخول وخروج، وكذلك يقيس العبور من السور إلى البرج. كون البرج هو تحصين عسكري فلا يوجد أي بوابة في الطابق الأرضي، دائما في الطابق العلوي هي بوابات الأبراج. أما هذا الصباح فاسمه صباح ميرزا، ينسب إلى شخص فارسي جاء إلى نزوة، يقال جاء إلى نزوة مع الحملة الفارسية، ولكن استمر في طلب العلم وكان رجل سخي صاحب مال، اشترى بستان في هذه المنطقة وقرر أنه يعيش مع الأهالي، فعاش وأهل مع الناس. أوصى عندما ماتوا أنه يدفن في نفس المكان، قبره لا زال موجود إلى اليوم في هذا المكان، سمي المكان تيمنا به باسم بستان ميرزا، وعمل هذا البرج سمي برج ميرزا تخليدا لذكراه ومآثره. الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الإسيسكو عام 2015 لتمثل الدول العربية الدول الإسلامية في هذا المجال. تم الاحتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية في نوفمبر 2015 بحضور أكثر من 50 وزير يمثلون الدول الإسلامية، وكان على رأسهم في ذلك الوقت السيد هيثم بن طارق، صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، كونه كان وزير للتراث والثقافة في تلك الفترة. قلعة نزوة تعتبر مدرسة عبرية ومقاصد الشريعة وعلوم الدين، وكذلك هي مركز الحكم الإداري أيام ما كانت نزوة عاصمة لعمان. فالقادم إلى نزوة كان يسكن في حارة العقر كونها أقرب حارة إلى القلعة. في هذه البيوت اللي أمامنا واللي أنمر عليها إن شاء الله سكنت شخصيات عديدة وكثيرة لها أهميتها في التاريخ العماني. بيت الصاروخ من أشهر البيوت وأكبرها. هذا البيت سكنت الكثير والكثير من الشخصيات التي لها أثرها في التاريخ العماني.